جديد. خلوني أنا وياكم اليوم نرجع نتذكر دور الملائكة في التدبير الإلهي. أولاً، الملائكة يرمزون إلى حضور الله الفعال بين الناس. هالملائكة بيتواجدوا عادةً بكل اللوحات البيبلية حيث يكون الله، لذلك هن دوماً بحالة نشوة فرح لحضور الله، يرنمون يهللون بيحملوا فرحهم إلى حيث يرسلون. الملائكة لشو بيرمزوا؟ بيرمزوا لنزول السماء إلى الأرض وارتفاع الأرض إلى السماء، إلى الرسل الحاملين بشارات مفرحة وعم ببثوها بكل أنحاء العالم. هني اليوم بيرمزوا كمان للخدام، خدام المذبح، خدام البشارة، الخدام اللي عم بيتمموا كلمة الله وبيحملوا البشارات المفرحة، بشارات حياتية للعالمنا، عالمنا اللي مارق بأزمة، أزمات كتير، مش بس أزمة، وخاصة مع الوباء الكبير اللي ضارب الكوكب. هن الأشخاص أو الملائكة هن اللي بيساعدوا الخطأ، هن اللي بيساعدون اللي بيلهمون، وهن اللي بيحملوا النعم وبيبدروها على أرضنا. أكيد أخوتي فرح الملائكة خليهم ينشدوا أجمل نشيد بكل قدساتنا، بكل ترجياتنا ننشد النشيد المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر. بتعرفوا أخوتي نحن مرات كتير وراء نعوي، ما بنقدر نخون دعوتنا، دعوتنا أنا وأنتوا أن نكون حملت بشارات مفرحة للناس. الامتريزة كانت دايما تقول ما تخلوا حدا يجي لعنكم إلا ويفل أكثر فرحا. صحيح الملائكة حملوا بشارات مفرحة للناس، وأنا وأنتوا مسؤولين اليوم بهيدا الزمن البائس بالذات نكون حملة البشارات المفرحة، تنحط شوية فرح نكهة بقلوب الناس. كونوا هيدول الملائكة، ملائكة الحب، ملائكة البشارات المفرحة، حضور ووهج انتو كمان فيكن تحملوه، والله معكم.